الخبرية انه كانت معنا بالنمبر 5 جمعة الماضي، كانت الجمب اوف ذا ويك، وهالجمعة بالنمبر 1 مع average play per week per radio station of 48. يعني أكتر غنية عم تسمعوها هالجمعة على الإذاعات العربية بلبنان. محمد اسكندر ضيف الحلقة بي او ال تي 20، بنقول له بونسوار. أول شيء بدي أقول له ثانك يو لوجودك معنا. والله بونسوار، يعطيكم العافية، وبشرفنا كتير وجودنا معك، وخاصة هيك أول مرة بتعرف عليك، أنا هيك بسطت بشوبيتك. ثانك يو، ثانكس، كنت مفكرني ناصي، قلت لي هيك كنت متخيل أنا هيك، عرف شو، بس عم نجرب نهتم، نضل نهتم. شاب حلو بصوف الكلية، للي بيسمع صوته وما بيعرفوه، شاب كتير روعة. ممنونك أستاذ محمد، نحن كتير سعيدين لوجودك معنا. بدنا نحكي شوي عن هالغنية. أنت نمبر 1، غنيتك أكتر غنية عم تمر على الإذاعات العربية هالأسبوع. أول شيء منا بتعرف عم تحكي عن موضوع الزواج المدني، وهيك خبرنا شوي ليش هالموضوع وكيف اجتك الفكرة. أول شيء بشكر ربي أنه الحمد لله عم نقدم أغاني، دايما أنه عم نحصل على مراتب أولى، صح. بس هاي الأغنية كانت بيهمني أمر كتير، لأنه أغنية إلى دور بالوضع اللبناني، وكان فخامة الرئيس حكي بهالموضوع وأخذ أخذ ورد وكذا. ونحن صراحة أنا تفاجأت يعني أنه فارس محضر أغنية عن زواج المدني، والموضوع قصة ماري روز، وأنه هل طريقة أنه محمد يتعمد وكذا، أنه بهالطريقة هاي، أنه فارس كان خايف أنه أنا ما وافق على الموضوع، فلقاني أنه أنا وين متجاوب جدا بموضوع الأغنية، وحبيتها كتير، يعني حبيت لحنها وحبيت كلماتها، وتوقعت لها انه تكون ناجحه بهالوضع، لانه هو الناس ناطرين شيء عن هالموضوع، ناطرين اجوبه، يعني من المسؤولين ناطرين اجوبه، بغض النظر انه البلد وين رايح او شو ظروف هي، بس الموضوع له حيز عند الناس. طيب هلا سمعنا الاغنيه وسمعنا الكلمات، بس حابين كمان نعرف رايك الخاص اذا ممكن اكيد بالموضوع. انا برايي بحب اقوله للجمهور اللبناني عبر هالاذاعه، اذاعه صوت الغد اللي بحبها كتير، واللي هي دائما ان شاء الله نمبر 1. انا مع اي شيء بيجمعنا وما بيفرقنا. اذا جينا نراجع التاريخ، نحن جينا على هالأرض يعني بشر، بالنتيجة اجى الدين لحتى يجمعنا ويحببنا ببعضنا، وبتصور انه اي دين بتلاقي لازم يكون شعاره التسامح والمحبة، صح، والإلفة، صح. فنحن اذا كنا قربنا من بعضنا بنبني وطن، اذا قربنا من بعضنا عالميا كمان يعني بنقوى اكتر. اذا قربنا لله هذا شيء مهم كتير. بتصور انه انا الزواج المدني له عند الاسلام طريقة وله عند المسيحيين طريقة، بس كل ما قربت القلوب من بعضها، او هالشاب او هالصبي بيحبوا من بعض، ان كان هو من دين او هي من دين او العكس، حلو يضلوا مع بعض. بعتقد انه انا الحب اكبر يعني، وبتصور انه الاديان مش بعيدة عن بعضها، يعني لا المسيحيين ولا كلهم للخير، كنا للخير وهن للتسامح وهن للمحبة. إذا كنا نحن قربنا من بعضنا بنبني وطن. وأنا بالناحيتي هالغنية غنيتها من كل قلبي، وبحب الناس تكون قريبة من بعضها، ما بحب حدا يقول انه لكن هذا كذا وهذا مسلم وهذا مسيحي وهذا درزي وهذا سني وهذا شيعي. انا برفضهم هودي كلهم، لانه كل مشاكلنا من وراء كل مشاكلنا من هذا، صح، الموضوع. فانا صح بتمنى انه نخلص من هاي الحالي، نخلص من هاي الحالي. انا بالنسبة لي الدين سجلوه على محمد اسكندر، الدين هو المعاملة. يمكن يكون خي مش منيح معي أنا، ويمكن يكون حلو. جون هو خي لألي، فخلينا بالمعاملة نكون أخو مع بعضنا، خلونا نحب بعضنا، خلونا نبني وطن، نشيل منه الطائفية. الطائفية هي مرض كبير لازم نخلص منه. هاي مشاكلنا على كل حال. محمد، قديه برأيك هالمواضيع الاجتماعية صارت موضوع حكي عند الفنانين؟ هيك عم بحس أنا أكتر وأكتر عم بتفكرك برأيك الخاص هيدي شي منيح؟ اما برايك لازم دائما يغنوا للحب ويلا لا لا مش وصوصو. هيك هلا بس مش الغالبيه عم تقدر تصيب بالموضوع. اكيد لا، بس انه يتطرقوا بهالبونديا هيدي غالبيا. احنا اخذنا الخط، وانا يعني يمكن عم يتقبلوا مني مثلا
قدمنا عدة مواضيع قبل صح. بس صاروا الشباب انه الاغلب انه يحبوا في يعني غير مصلحه وغير شغل, انه طبيعي كل واحد بيحب انه يقدم موضوع مثلا تحبه الناس. نحن بهالمواضيع اللي عم نقدمها بتصور عم نترك بصمه قويه كتير, وكل اغنيه عم تعمل ضجه كبيره. بس انا هاي الاغنيه تحديدا شو بدي باللي مرقوا بعتز فيها وبشوف حالي فيها كمواطن لبناني. رح تصور لك كليب؟ بكير على الكليب, يعني هي حتصور حالها بحالها. تصور لا زيك حابين نعرف كيف. أنا بهمني كيف حتتطرق الموضوع. بهمني هي كأوديو هلأ إنه الحمد لله خلال 20 يوم إنه الأغنية بنمبر 1 كتر خير الله. بعد إلى مستقبل كتير كبير, بكير لنصور. إحنا هلأ عم نلعب بكليب ودع العزوبية. صح, هيك بدي أسألك. نزل هلأ وأطلقته. أطلقني هلأ قبل الصيف, بلكي يتشجعوا الشباب والصبايا يتجوزوا. طبلنا شوي عن الكليب هيك بكلمتين سريعين. الكليب قصته حلوة, انه فارس ابني اللي هو اخذ دور ابني هو زعوري ونسوانجي شوي. هلا هو مثل كأنه القصة صايبته لفارس, يعني عارف كيف بيناتنا. ما حدا عم يسمع كيف. فهو بيجي انا صاحب مطعم وبكم شو بصير يعمل لي حيال انه هو على مع شعر وكذا. بس موضوع الكليب حلو, يعني حابينه الناس ولطيف, انه انا بالاخر جوزت وخلصت منه, بس جوزت ابني اللي هو بالتمثيل. انا كل همي انه جوز اخلص من ابني الحقيقي. فان شاء الله انه بنفرح بفارس وكل العزابي ان شاء الله بهالسنه يا رب. طيب قبل ما نسمع غنيتك, اول شيء ما بعرف هيدي اول مقابله معك بالاوفيشال لبنيس توب 20, فهيك كلمه طيبه من حضرتك لكل المستمعين يلي كلهم عم يلاحقوا شو في عنا هيك اغاني جديده بالاوفيشال لبنيس توب 20. انا بحييك على برنامجك. ثانك يو. بتمنى لك كل التوفيق, برنامج ناجح جدا, وفعلا انه انت مش عم تجامل, يعني مش عم تجامل اللي بيستحق انه كل واحد يكون نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3, يعني صح. كل واحد عم ياخد حقه 100% معك, انه مش عم تشتغل شغل انه هي واحد للمجاملة او لحتى يقول واحد والله انا اشتريت النمبر 1 او اشتريت النمبر كذا. على الحال هيدي الاحصاءات انا بتجيني من ابسوس, رأيي الخاص منه. نحن بيشرفنا هذا الموضوع. بحييك كتير على برنامجك وبتمنى لك كل التوفيق. محمد رح نسمع هلا الأغنية ماري روز. من إلا كمان مرة ألف مبروك. بتضلك هيك شوي, رح ناخد كم صورة من نزورهم على فيسبوك. وthank you so much. موفقين. محمد إسكندر, ماري روز نمبر 1 بالأوفيشال لبنيز توب 20. نسمع هلا نمبر 1. أحسن ما نغلط بالسر ولا نتفارق من غير شر ولا نطلب منهم حسني ولا نطلب منهم حسني. وشو فيها إن كنت محمد وإن كنت ماري روز, بدمع عيونك بتعمد والفرقة ما بتجوز. وشو فيها إن كنت محمد وإن كنت ماري روز, بدمع عيونك بتعمد والفرقة ما بتجوز. ودم البحر واتجمد بس خصوص انت حظي ومبعوفك لو برصاص برشيت. الغرام بهالارض لازم يتحول علي, ما نبلو نتجوز بعض وبكرة منتجوز مدني. هاي انا محمد اسكندر, عم تسمع غنيتي على الاوفيشال لبنيز توب 20 مع جون سعد على صوت الغاد. بحييكم. نمبر 1. بعرف قراري مش سهل تتكلي علي وما يهمك, بالنسبه لموضوع الاهل امي بتروق امك, بي وبيك على كل حال حفيد بيهدي البال وبيسامحنا كل ما نقال. رح يهدر دمي ودمك, رح يهدر دمي ودمك.
وصلت مع احساسي قلبي لقلبك مخلوق وراسك بيفهم راسي انساني حبت انسان هيمنى قلة ايمان لا بتأثر على لبنان ولا عرجال السياسي ولا عرجال